الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دام ريركود يكسوك حي حاس كيسي تاي قوات كي قرنا ليسو إنو داوة يا مواجب يكو تمسك الله دير مركا لقاها الله يو أفرت مذهب حلي جي كتبت الله صاني في وحي فوق هذا أي قرآن يدودو واقعي مركا أي جوكتي أي علامة دير مارتي وكجوابه إلهي بركيه مرك الله الله يحل لي كتبتها فق هذا أفرت مذهب أي سكوا فقه جبردا إنك يدين يا عافمات كليه هاي وحوي وافهم كهر رايا انت ديدا يا شراب كذا يا مرين كذا بقى يا مسكن كذا قفكو مركا وعافمات قبا ايه ادويسو ايه تقولي قلن كرتا كرا حيسن كرتا انت كلا عوني كرتا مريا سين كرتا مرين سين كرتا راح حدي ما نسا لذلك نبي جوا حكى سنا صلى الله عليه وآله وسلم تقال كي بدر يوم التقى الجمعان ما أنتي تقال كي قري قالدي هي مسلمين تو أي كل مين يوم الفرقان ما أنتي هي حقي بعد الجو كلا فري ولو تواعدتم لاختلفتم هدي واحد اللي مؤمنين تي قالدو ما أنتي هاي بلام الحياة اللي ترير بها عينه لاختلفتم في الميعاد ما إذا الله تقال ترى حرنا إذا دورنا لكن إلهي با يعني هي قدري ليحق الحق بكلماتي.
حيالي حاس كيسي وين نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا سكراتي نبي وحي كل نقوم دقال كي بدر هدي عثمان عفان الله وقال ريبي حاس كيسي وبقتا واقع أمانتا يا عرنايا حاس كاقي أو بقتا وانتا دا تسين ليسو دودو كما هو الرئيس وقياس جليا إلهي قرآن كحوري اعبد الله ولا تشرك بشيء وبالوالدين إحسانا لبدا والد إحسان سبيه بالي هدي أي واجب التهين لبدا والد الله إحسان سبيه إلهي وحوري ولا تقول لهما يعني هي رجي قرنجان حق فقه وجهري دكتور وهبي زحيلي حرنية قرر الفقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجورة تداوي للمرأة المريضة من أجرة الطبيب وحاجب وفاسد وحلي هاي وحي فقهاء سكوا فقسيين إن أن النينك واجب كو أحين وفقهاء هراء إنه حاسكي سدويه لكن سيدا مكتئ ذبائي وبحنيه هندي اللي بتجي ستو قرابة ذي قرابة ذي الجلية لكن حلوية هاي مركا حل قال لي في اجتهاد الفقهاء مبني على عرف القائم في عصرها في عصرهم عصر جاس يا مسيرة نقول بسنين وداودو ما يعين يعني داود أي مكا تقول أو كذا نية علم كنية لابب كنية قلين كنية سيرجري يقف كن لبتبادنيه مجرجري مركا لكن ما انتبهوا لمرك الله هذا العيون واقع الجراح صورة قلمة هبول إن لا يراه هذا انتظر ينا فقط أي كورس داوينتا بل داوينتا كورس معناها تضلوكم صدح بقول يا سديتا وكذلك الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في شرح السبب المستندة ولماذا حنابلة كما يسنو حيلي قول كاللبعض وفي مسيرة هو قول ما قول كاللبعض وجوب ذلك على الزوج إن زوج كما أنت أي كوى جبيسو داودي السبا هو قول الأظهر قول كاسا صحة سيد حديث كان ندري شنين أثمان بن عفان إلهين حلو عاشرهن بالمعروف ولا رغم السيوناس فليس في المعاشرة بالمعروف ها أن تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب يعني مرض اللي لسه عن الله معاملة معاملة ضع إيمان يسام حيتي هدان حاس كاجي وبقت أرد دختر جين كريم وحوي حاس كاجي وبقت أرد دختر جيسا تاسبا أه ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف سدى درادين بس لا داسي فقهاء وحيل جود بيكور من داون مجرين حنو نظر لي قلنا وح كومن بهاين حجامة إيه وح كومن أيه داوين تو هاي ساد ردد ما أنت مرك مفهوم ك إيه فهم كداود إلى ذا اللي أجو نينك سدا نفقة ذا إيه مسكن كي إيه ملبس كي بوجوا جبي هاي أيه ما أنت مرك ظروف تل أجو أي وجوا جبي سا ولماذا أص حد معاصر كاه وهبي سحيل إيه نيكا سال مستنقع شرحية ولماذا حنا بلاد كم دي بدون علماء شافعية محدثين تو وحقبان إني واجب يسوع مسألة نواصلة دين تنا وقت جيد واقع ويس بدلا حاجة في قيمة الله الله يو وحيكون حرمت جارت يجوبت يوحنا عيا وصلى الله على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.